nationale, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. السفراء, اولا اريد ان اشكركم لحضوركم اليوم في باريس وايضا ان اشكر الجميع اننا اليوم نحاول ان نجاهد من اجل الحفاظ على الكره الارضيه. اننا اليوم في مؤتمرنا حول ميثاق تمويلي عالمي جديد. هذا يعني نحن نواجه أرضنا, نواجه شعوبنا. نحن نريد اليوم أن نرسي ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم, لا يستفيد منه جميع الشعوب التي تعيش التغير المناخي. وأول شيء لدينا اليوم أن نواجه الفقر. السكرتير العام كان في العام القادم سوف نقوم بعمل قمة, وسوف نتقابل هناك, وسوف يكون هناك أجندة من هنا لنهاية العالم نوضح فيها ما هو سوف نقوم بأهدافنا رغم هذا التغير. فيما يتعلق بحماية البيئة فإن لدينا عدة تحديات تتصاعد ولدينا مخاطر كثيرة. إن عالمنا يواجه صدمات كثيرة. الذي قام بهذا هو الوباء الذي تعرضنا له. لقد حاول العالم كله أن يواجه هذا, وأيضا الآن نواجه حرب في أوكرانيا, ولدينا الكثير من عدم الاستقرار في العالم. ولهذا لدينا الآن نظام فرنسي نحاول أن نصل إلى اتفاق فاعل نصل من خلاله إلى نتائج فعالة يجب أن نكون محددين نحو أهدافنا. ولذلك فإننا حددنا في بالي العام الماضي أننا يجب أن نعقد هذا المؤتمر نحو ميثاق مالي جديد. إنني أريد أن أحيي جميع الشباب الموجودين في جميع العالم الذين ساعدونا في الإعداد لهذا القمة, لهذه القمة, ولأنهم تفاعلوا معنا. أريد أن أشكر شيرميا رئيس بربادوس لأنه عمل معنا في إعداد أجندة هذا المؤتمر. أريد أيضا أن أشكر جميع الممثلي قارة أفريقيا, ممثلي جنوب أمريكا ورئيس النيجر, والذي سوف يشرح لنا النتائج التي قاموا بها من أجل مكافحة الفقر. نحن نحاول أن نناقش العديد من المسائل والمواضيع, ولكن ما أريد أن أشرحه أولا في هذه القمة. أول مبدأ لدينا, لا أي دولة أو أي دولة يجب أن تواجه محاربة الفقر. نحن تحدثنا من قبل حول موضوع مكافحة الفقر والمحافظة على البيئة, ولكننا للآن لم نجد الوسيلة التي نتغلب بها على الفقر. المبدأ الثاني هو كل دولة يجب أن تجد طريقها. ليس هناك مثال للكل, نموذج مثالي للجميع, ولكن كل واحد يجب أن يختار طريقة والطريق الذي يمشي فيه من أجل الوصول إلى الهدف. نحن نقوم بعمل ميثاق أو نحاول أن نجد ميثاق للجميع.
des accords de transition وأن نجد اتفاقيات انتقالية ومن نحن قمنا بتوقيع اتفاقية مع جنوب أفريقيا وعملنا شراكة مع الجابون وأيضا الجابون تقوم الآن بمحافظة على التنوع البيئي لديها. المبدأ الثالث نجب علينا أيضا يجب أن نواجه الخطر التمويلي العام. لدينا المناخ، لدينا التنوع البيئي، وهذه أشياء يجب أن نحاول أن نتغلب عليها حيث تمثل بالنسبة لنا خطر كبير. نحن نحاول أن من خلال التمويلات المتعددة أن نساعد في التغلب على هذه المشاكل. خلال الأعوام الأخيرة حاولنا كثيرا الوصول إلى هذه الأهداف. أريد أيضا أن أحيي رئيس البنك الدولي الذي يعمل معنا في هذا الطريق والذي يسمح لنا أيضا بأن نصل إلى أهدافنا وإلى امتيازات أخرى متعددة. المبدأ الرابع، نحن نحتاج إلى العديد من المؤسسات الخاصة التي تساعدنا، ويوجد هذه المؤسسات موجودة في جميع أنحاء العالم ولديها العديد من الأموال التي تستطيع أن تساعدنا بها. لا أريد أن أغير، pienso que podemos hacerlo funcionar mucho mejor si este dinero, si esta liquidez se pone al servicio del progreso del planeta y del doble desafío que evocado por Obris. الزواج الفقر والتنوع البيولوجي وحماية البيئة، ولهذا يجب أن نحشد أكثر الأموال الخاصة باتجاه الدول الأكثر فقرا، الدول الناشئة. و par les discussions qu'on a eues ces dernières années cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière comme on dit mais qui a vocation à faire quoi à enlever le risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de يجب أن تساعد الدول الأكثر احتياجاً من وأن نساعدهم وننزع عنهم جميع الأزمات التي يواجهونها. من أجل هذه المؤسسات الخاصة ستساعدنا بشدة لمواجهة هذه التحديات. Así quería empezar la cumbre con estos cuatro principios que deben estructurar nuestra acción desde mi punto de vista. Y pienso que esta reunión tiene que ser la reunión de las soluciones. Durante estos dos días tenemos que avanzar hacia soluciones, nuevos instrumentos, nuevas movilizaciones realistas mañana. Pero quiero hablar de, entonces de soluciones muy concretas que permitan cambiar la... Y así es como seremos juzgados, tendremos que rendir cuentas sobre esto. Y mañana les voy a proponer un mecanismo de seguimiento para ver si en estos dos días logramos hacer frente a esta ambición. Ces deux journées sont au rendez-vous de l'ambition que nous devons porter. Je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs. Merci à nouveau d'être là aujourd'hui. Et au fond, ce qui m'importe, c'est la mobilisation générale pour le défi qui est le nôtre. Au fond, nos compatriotes partout à travers le monde et notre planète, parce que ces deux objectifs sont jumeaux. Je vous remercie et bon sommet. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de le dire, nous sommes ici pour notre avenir. Nous sommes ici parce que nous croyons en l'unité et nous croyons en la cohésion mondiale. Je voudrais appeler maintenant sur scène une jeune Africaine qui vient d'Ouganda, qui depuis 2019 met sur le devant de la scène la nécessité du combat pour le climat, contre la pauvreté dans son pays. J'appelle Vanessa Nakate à nous rejoindre. Elle lutte depuis 2019 pour que la voix de la jeunesse soit entendue. Elle a fondé un mouvement, Rise Up. Elle a écrit un livre, L'écologie sans frontières. Et elle a ce matin des choses à nous dire. Vanessa, à vous la parole. Bonjour, President Macron, Secretary General, distinguished guests. I would like to begin
by asking all of us to hold a moment of silence for people around the world who are already suffering, starving, being displaced. على مدى اليومين وأبرز الحضور كذلك عزة. Muriendo por el impacto devastador de la crisis climática. We are witnessing people all around the world who are losing their livelihoods and increasingly their lives as a result of our addiction to fossil fuels. More than 46 million people in the Horn of Africa are facing crisis levels of food insecurity due to consecutive years of climate-induced droughts. In the Canadian wildfires, tens of thousands of people have had to be evacuated with their homes and communities being destroyed. Record heat waves are pushing India closer to the limit of human survival. Storms are lining up in the Atlantic and heading towards the Caribbean, and it's only June. And 9 million people are dying prematurely each year due to breathing toxic air from the burning of fossil fuels. It's often difficult to relate to these kinds of statistics. The numbers are just too big to grasp. So let me tell you about one person, a six-year-old boy. Last September, I spent a few days with UNICEF in Turkana County, in the Horn of Africa, to meet with people who are suffering from the impacts of four consecutive failed. الهواء السام الذي ينتجه الوقود الأحفوري. فغالبا ما يكون الأمر صعبا الاعتماد على مثل هذه الإحصائيات، ولكن الأرقام كثيرة جدا لاستيعابها. فهناك أكثر من مليون ففي سبتمبر الماضي قضيت بعض الأيام مع اليونيسف في مقاطعتي في القرن الإفريقي، أساعد الناس الذين يعانون من آثار. وقضيت وقتا مع الكثير من الأشخاص الذين لم يفعلوا شيئا ولم يساهموا في هذه الأزمة المناخية، ولكنهم يعانون من أسوأ آثارها. وقضيت وقتا مع أمهات يكافحون من أجل إبقاء أطفالهم على قيد الحياة، ويبحثون عن الطعام بشتى الطرق لينجون ليوم آخر أو ساعة أخرى. قضيت أوقات مع أطفال يتعلقون بالحياة، وقابلت طفلا صغير
يعاني من سوء التغذية الحاد، ولسوء الحظ هذا الطفل وعائلته لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الملائمة والعلاج المناسب في الوقت المناسب. وبغروب الشمس في هذا المساء كان الطفل قد توفى. وهذه قصة يؤثر فيها تغير المناخ على جميع أنحاء العالم، وخاصة في الجنوب. ما يحدث للمواطنون في القرن الأفريقي وفي عديد من الدول الأكثر ضعفا شيء يؤلم، ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، ولا يجب أن يكون، ولا يجب أن يدعه يكون كذلك. فأمس اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنت أن الجميع على هذا الكوكب من حقهم أن يحظوا بحياة وبيئة نظيفة. فالقرار التاريخي الذي يعطي للجميع الحق في التنفس هواء نظيف، وهذه المنظمة العالمية كانت واضحة بأن إطلاق الغازات السامة من الوقود الإحفوري تجعل عالمنا يتدهور. فنحن نحرم مواطنو العالم من تنفس هواء نظيف. فالدول النامية التي من حقها أن تنمو، من حق شعوبها أن يستخدموا الهواء والغاز الخاص بهم. فهناك الملايين من الأشخاص يموتون من تنفس الهواء الملوث، والتنمية وعلى صعيد التنمية فهناك الملايين يموتون كل عام بسبب الجفاف. وفي الجزر الصغيرة يخسر الكثير حياتهم بسبب العواصف، ولذلك لا تتطلب التنمية الوقود الإحفوري، ولكنها تتطلب موارد الطاقة. وأنا لست خبيرة في التمويل ولست خبيرة في الطاقة، وهناك بعض القادة يتوقعون أن عدم أن الشعوب لا تفهم تعقيد وموقف التحول في استخدام موارد الطاقة. فنحن هنا لا نتحدث عن الوقود الإحفوري. لا يمكن أن يكون لدينا قمة من أجل ميثاق التمويل دون الاهتمام بمصالح الشعوب. فهناك الملايين يعيشون دون الوصول إلى الكهرباء، ومعظمهم في أفريقيا وآسيا. فشركات الطاقة ما زالت تستعمل الوقود الإحفوري في الجنوب العالمي، ونعرف أن تقليل هذا الاستخدام كذبة. معظم الوقود الإحفوري المنتج يرسل عبر البحار، تذهب مكاسبه إلى هؤلاء الأغنياء بالفعل. والبنية التحتية للوقود الإحفوري ستكون أصولاً مجمدة في المستقبل القريب، وتستمر البنوك والمصارف المسؤولة عن هذا في الكذب حيال الأمر، وكل ذلك من أجل العوائد قصيرة المدى، وأنهم يتربحون على حيوات مواطنينا وعلى حياة كوكبنا وعلى تواجدنا على هذا الكوكب. فالسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال أن شركات البترول والغاز يتبعون أجندة لا تتوافق مع النجاة البشرية.
فهناك العديد من رجال الأعمال يعترفون بخطورة التغير المناخي، ولكنهم ما زالوا يستخدمون الوقود الأحفوري، وهذا يقول شيئا واحدا، هم يقولون شيئا ولكن يفعلون شيئا آخر، فهم يكذبون. ولكن وفقا لأحد الخبراء العالميين، بي بي شيل شيفرون سجل ملايين من الدولارات ربح في عام 2022 وحده، وفي الأسبوع الماضي كسر هذا العهد لجني المزيد من الأرباح. فهذه الوعود التي لا توفى تودي بحياة الكثيرون. Rose to over $1 trillion in 2022 alone. $1 trillion. هناك تريليون دولار. And a recent World Bank report. من العوائد والتي قدرتها بعض التقارير البنكية. Amounts to $8 trillion a year, equivalent to 6.1% of global GDP. كم من 17 هدف التنمية المستدامة التي ستتمكن من تحقيقها ب 8 تريليون دولار في سنويا؟ رجاء لا تخبرونا أنه علينا القبول بهواء ملوث وسام وماء مسممة ليكون لدينا تنمية. فكل قرار تصنعه هنا في هذه القمة يجب أن يكون حول الشعوب، يجب أن يتضمن مساعدة ودعم الشعوب، الشعوب الأكثر ضعفا واحتياجا، يجب أن تعطوا المساعدة والدعم للذين يواجهون آثار تغير المناخ أولا، وللبلدان الأكثر ضعفا واحتياجا المزيد من التنمية دون الحاجة للبحث عن المزيد من البترول والغاز. فهناك شعوبا يعانون أكثر من آثار تغير المناخ. يجب عليكم تقليل الديون وتنظيمها والعمل من أجل التمويل المناخي الأفضل حتى نتمكن من دفع ثمن هذه الأزمة التي لم نصنعها ولم نساهم فيها. لا يجب أن نفكر بتريليونات الدولارات وليس المليونات. يجب أن يكون هناك صناديق للخسائر والأضرار، ويجب أن نتذكر أن المزيد من الوقود الأحفوري يعني فقط المزيد من الخسائر والأضرار. كما تفكرون في عهد تمويلي جديد، يجب أن يدعم التخلص من استخدام الوقود الأحفوري بالتزامن مع استخدام موارد طاقة متجددة. في مؤتمر الأطراف 28 كما قال رئيسه أنه استخدام الوقود الأحفوري وإنهائه أمر لا مفر منه. يمكنكم المساعدة في تحقيق هذا الأمر الذي لا مفر منه الآن. فهناك شعوب مثل لديها أطفال مثل هذا الطفل الذي قابلته في هذه المقاطعة الأفريقية. فإهدار المزيد من التمويل هو أمر جنوني حتما، لذا لن نتوقف عن هذا الجنون لنبدي مصلحة الشعوب فوق العوائد والأرباح. فشعوب العالم تعتمد عليكم ويراقبكم شعوب العالم، لذا تذكروا
أن الشعوب the people. We, نحن the people. الشعوب Thank you. نحن الأهم مناخ ومن حظنا أن نكون معنا اليوم لتعرض علينا احتياجات اليوم واحتياجات الغد. شكرا. شكرا. شكرا فانيسا. أنت تعطينا الأمل ومهمتنا هي أن نستجيب للتحديات التي ذكرتيها وأن نعمل لهذه الطموحات. شكرا سيد الرئيس على هذه المبادرة الهامة وعلى الدعوة التي وجهتها لنا نحو الثلاثة نعرض إطار لهذا الحدث الهام. سوف نستفيد أو نحن سوف نعمل على أساس ما تحقق في الكوب 26 والكوب 27 والآن الكوب 28 للنظر في التمويل العالمي. ولكن بيتر لم يتمكن من الحضور معنا، ولكن هذه الملاحظات التي أسردها اليوم كانت نتيجة تعاوننا نحن الثلاثة. سيدات سادتي، هناك هدف للتمويل. الأجندة العالمية هي أن نتمكن من مواجهة الأزمة التي نعيشها، أن نعيد الزخم لأهداف التنمية المستدامة لتخفيف الفقر والعمل بسرعة فيما يتعلق بالبعد المناخي. هذا يتطلب التزامات كبيرة، واثنين أو ثلاثة بالمئة من نسبة التنمية بالنسبة الناتج القومي الإجمالي، وكذلك تمويل إضافي في الدول. هذا ضروري ليس فقط لمواجهة مشكلة المناخ، وأيضا لوضعنا على درب جديد للتنمية المستدامة تكون جذابة أكبر من النظم المدمرة والوسخة للماضي. نظام يكون أكثر شمولية، أكثر مقاومة، وأكثر نظافة. وإذا أردنا أن نحقق هذه الأجندة العالمية التي تبنيناها، هذا ما يجب أن نفعله. التغيير على هذا المستوى وبهذا الحجم ليس سهلا، ولكن علينا أن نعمل للبدء بالعمل، والتأخير خطير جدا. هذه بعض الأرقام. الإنفاق للتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن يتضاعف مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، لنصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويا للدول النامية باستثناء الصين. الإنفاق على أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى 1.3 تريليون يجب أن يرتفع إلى 2.3 تريليون من الآن وحتى 2030. ومن هذا المبلغ نعتبر أن هناك 1.4 تريليون يمكن أن تأتي من الدول نفسها عن طريق حشد الموارد، وحوالي 1 تريليون سوف نحتاج إليه كتمويل إضافي من الخارج بحلول عام 2030. بين 250 إلى 300 مليار دولار يمكن أن تأتي من بنوك التنمية العالمية ومؤسسات التمويل. حول بين 5 و6 مليار يمكن أن تأتي من التمويل الخاص، يعني زيادة 5 مرات مقارنة بالمستويات الماضية، وبين 150 و250 مليار من القروض الميسرة لزيادة التزاماتنا، وتكون هذه مساهمة جديدة ومصدر تمويل جديد. هذه الفئات الثلاثة الأخيرة توصلنا إلى مبلغ 1 تريليون. هذا الإطار حدد في ورقة وضعناها على موقع هذا المؤتمر. هذه مبالغ هامة، ولكنها ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تسمح لنا بالانتعاش وتحقق التنمية والنمو وتخفف من وطأة الفقر. ليس هناك سباق بين مكافحة الفقر والعمل من أجل المناخ. الاثنان يتلازمان. شكرا نيك. شكرا على هذه الفرصة لأتقاسم هذا المنبر مع نيك ومع زميلنا الغائب ولكنه حاضر معنا. الخطوة الأولى وستكون علامة ثقة هي أن تحترم الدول المتقدمة التزاماتها بتوفير 100 مليار سنويا من أجل المناخ للدول النامية. في حوارنا الأخير التزم الممولون بتوفير
بتقديم 100 مليار سنويا. وأعاد قادة الجي 7 التأكيد على هذا الالتزام في إعلان هيروشيما مؤخرا. إن تضافر الجهود لتحقيق هذا الالتزام والتقدم الكبير الذي تم تحقيقه لتمويل المناخ تحسن وكذلك تحسين الجهود الخاصة لحشد التمويل يوحي بأن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى هذا المستوى من الالتزام عام 2023 والبقاء على هذا المنوال في السنوات المقبلة. نحن نرى 6 أولويات على الأجندة للماضي قدما. الأولوية الأولى إيجاد إطار عمل مشترك لتعزيز العمل وزيادة التمويل للمنصات التي تحضرها الدول بدعم من المؤسسات والمنظمات الإقليمية، وهناك أمثلة كثيرة عن مثل هذه المنصات. الأولوية الثانية، علينا أن نعالج مشكلة المديونية للدول الفقيرة والدول التي تعاني من تغيرات المناخ، ويجب أن نكسر هذه الحلقة المفرغة بين المديونية من جهة ومواجهة أثار التغيرات المناخية والفقر من جهة أخرى. ثالثا، علينا أن نعزز الدعم للدول النامية في جهودها لتعزيز حشد الموارد الوطنية العامة والخاصة، وكذلك مواجهة الدفق غير الشرعي لرؤوس الأموال، مواجهة الدعم الذي يهدر الأموال العامة من الإجراءات التي يجب دراستها. رابعا، علينا أن نحشد كل طاقات وإمكانات بنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك النظام المالي العالمي. هذا يعني أنه علينا أن نتأكد أن هذه المؤسسات قادرة على تحمل زيادة الموارد المطلوبة هذه، وأيضا قادرة على تجنيد مواردها وكذلك تجنيد التمويل من القطاع الخاص لتقاسم المخاطر ولتقليل كلفة الاقتراض. نظرا لحجم هذه الزيادة الضرورية والمطلوبة، هذه المنظمات سوف تحتاج إلى موارد إضافية في رأس مالها، إضافة إلى استخدام الموارد المتوفرة حاليا بشكل أكثر فعالية. خامسا، علينا أن نوجد دربا، أن نخط دربا جديدة للتمويلات الخاصة، لأن التمويلات الخاصة سيتعين عليها أن تقدم أكبر مساهمة لهذه الزيادة المطلوبة في الموارد. هذا يعني أن القطاع الخاص والحكومات ومنظمات التمويل متعددة الأطراف يجب أن تعمل معا لمواجهة إزالة العقبات، بما في ذلك العقبات في السياسة وفي التنظيمات الداخلية، وتخفف كلفة رأس المال عن طريق تقاسم المخاطر والمجازفة. وكما قال الرئيس ماكرون، هذا يعني دور أكبر لهذه الضمانات التي يمكن أن نقدمها، وعلينا أن ندرس آليات جديدة وخاصة فيما يتعلق بمخاطر التعامل بالعملات الصعبة. وأخيرا، علينا أن نعزز ونوسع نطاق التمويل الميسر، ليس فقط عن طريق الموارد المتوفرة حاليا، ولكن عن طريق البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك استخدام أفضل لحقوق السحب الخاصة وأسواق الكربون والتمويل الفردي في إطار منظمات الخيرية، وكذلك دراسة إمكانية فرض مساهمة على تجارة الوقود الأحفوري، بما في ذلك ربما النقل الدولي. وكما قال الرئيس ماكرون في هذه القمة، كل هذا ممكن إذا ما تضافرت جهودنا خلال هذه القمة. وشكرا. شكرا نيك وأمار، شكرا على تذكيرنا بأن الالتزامات قيد التنفيذ ولأنكم وجهتم لنا دعوة للعمل. والآن أدعو الرئيس بازوم إلى الانضمام لنا. بلدكم يضم 26 مليون نسمة سيد الرئيس، ويعانون يوميا من أثار الفقر وتغيرات المناخية والجفاف وانعدام المياه وانعدام الأمن الغذائي. وكما قالت فانيسا، نحن هنا قبل كل شيء لتكلم عن الرجال والنساء. الكلمة لكم سيادة الرئيس.
سيداتي سادتي رؤساء الدول والحكومات، السيدة والسادة رؤساء المنظمات الدولية، سيداتي سادتي، قمة باريس هذه هي معلم هام في سلسلة المنظمات والقمم الدولية، ويأتي نوعا ما تكملة لاتفاق باريس للمناخ وكذلك أجندة 23 للاتحاد الإفريقي وأيضا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة قبل مؤتمر الكوب 28 في دبي وقمة الجي 20. Et plus résilient pour éviter le chapelet des crises décennales et la succession de réformes définitives censées les résoudre depuis plus d'un siècle. À cette fin et pour susciter l'adhésion, une conception collaborative et inclusive des parties prenantes publiques et privées permettra de fixer par itération les termes du pacte de manière juste et robuste. Je salue donc l'approche holistique cohérente mettant la finance au service de l'économie réelle de ce sommet qui veut bâtir un nouveau pacte financier mondial autour du traitement des défis majeurs de notre époque. L'enjeu pour moi, président d'un pays financièrement pauvre, mais non dénié de ressources naturelles et même pourquoi pas humaines, est d'exprimer une vision stratégique conciliant les agendas précédents et les objectifs de développement. Dans le cadre des objectifs, des agendas qui sont bien définis, il s'agit d'obtenir, dans le consensus visé par le sommet, un accord de principe pour une certaine flexibilité et des marges de manœuvre permettant d'atteindre les objectifs régionaux. يجب أن نصل إلى أهدافنا الدولية وأن نحترم العهود والمواثيق التي سنتخذها هنا السيدات والسادة. اسمحوا لي هنا أن أكون شاهداً على ما قمنا به نحو التغيرات المناخية وخاصة الجفاف. لقد رأيت الأرض أمامي تحمر ورأيت المجاعة والمجاعة تتفاقم لدي في البلاد. Défigurée par la désertification. Le pastoralisme est remis en cause par l'aménagement de la biodiversité. Et les menaces dont vivaient les animaux ont disparu, laissant la place aux herbes les plus résilientes, déniées pratiquement de feuilles, sans toute forme de valeur nutritive. Le temps où une vache se reproduisait en moyenne chaque année, tout en produisant du lait pendant 9 mois. La règle aujourd'hui, c'est qu'elle se reproduise tous les 2 ans pour une production de lait de moitié et qui ne dépasse pas de quelques mois. بضع شهور. هذا ما يفسر أن الساحل أصبح مرادفا للجفاف ولكن أيضا للعنف لسوء الحظ. الجفاف قد ولد العنف والعنف جاء نتيجة طبيعية للجفاف. هذه هي النتائج للتغيرات المناخية وهذا أمر يمكن لكل واحد منا أن يراه بأم عينه. أزمة الهجرة والأزمة الأمنية التي تغذيها الأزمات البيئية والديمغرافية والاقتصادية هي واقعنا اليومي والمجتمع الدولي عليه أن ينظر إليها بحس من المسؤولية.
في بلدي تزايد السكان الذي أفلت عن السيطرة هو العنصر الرئيسي الذي يغذي الفقر ويتفاقم بسبب الأزمات الأخرى، الأزمة البيئة والأزمة الاقتصادية. عندما حصلنا على استقلالنا عام 1960 كان عدد سكان النيجر 3 مليون نسمة، اليوم كما قلت سيدتي هناك 26 مليون نسمة. مع نسبة الزيادة السكانية الحالية سوف نصل إلى حوالي 70 مليون نسمة بحلول 2050، يعني غدا، بدون سياسة ذكية لإدارة الزيادة السكانية فإن كل جهود التنمية واستئصال الفقر سوف تفشل. نسبة النمو السكاني الحالية تعكس أو تبين أن 77% من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 وأكثر من نصفهن يتزوجن قبل سن 15. الأداة الوحيدة لمواجهة هذا الوضع هي التعليم والتربية وتكوين الشباب وخاصة الفتيات، خاصة الفتيات للتحكم بالزيادة السكانية ولخلق فرص عمل مكلف جدا، ولكن هذا هو الثمن لكي تتمكن. فيه اليوم وإلا ماذا؟ وإلا سوف نبقى نتكلم عن الهجرة غير الشرعية، عن العنف، عن تسميم النقاش السياسي في أوروبا وفي أماكن أخرى في العالم، ونعيش في هذه الحالات المروعة التي نواجهها اليوم. فلنفكر فقط ما يحصل في السودان لكي نعي المخاطر التي نواجهها ليس فقط في أفريقيا ولكن في كل أنحاء العالم اليوم. أصحاب المعالي سيداتي سادتي، كلامي هذا يبين بكل وضوح أن دول الساحل هي منطقة من العالم قد تأثرت وتضررت أكثر من أي منطقة أخرى بأثار التغير المناخي. لا يجب أن نكون ضحية البرامج التي يتم تبنيها في عملية الانتقال المناخي والبيئي. النقاش لا يثار جدلا بالواقع، ومثل كل الدول الفقيرة الأخرى سوف نعترض على أي سياسة تحرمنا من استخدام الطاقة الأحفورية الموجودة في أراضينا. والحل الوحيد المقبول، هو الذي يسمح لنا بتحقيق أهداف كل الأجندات بالاستناد إلى التضامن والتكامل الفعال بفضل سياسات توازن عالمية وشاملة. إن تنفيذ الميثاق الجديد سوف يتحقق بفضل أدوات طموحة وجريئة وهندسة مالية جديدة ومبتكرة. وفي من بين هذه الأدوات إن الأدوات المالية الموجودة حاليا يجب أن تحسن، وذلك لتقاسم أفضل للمخاطر والنتائج أخذا في الاعتبار القيود المناخية والبيئية وكذلك عناصر خارجية أخرى في تغطية المخاطر التي سنواجهها دون شك. ويجب أن يشمل ذلك وضع قيمة نقدية لكوتا الكربون وحقوق السحب الخاصة. الميثاق الجديد يجب أن يعطي طابعا ملموسا وعمليا للمساعدة التي نص عليها اتفاق باريس واتفاق غلاسكو لمصلحة الدول الفقيرة والتي لم تنفذ بعد. وبما يتجاوز النيجر سكان القارة الإفريقية عددهم كبير والقارة في نمو مستمر. الحاجة لتمويل الخدمات في مجال المياه والطاقة والتغذية والصحة والنقل والتعليم والتكنولوجيات الجديدة لا بد منها، وهي مبالغ لا يمكن أن تتضاءل.
هذه الاحتياجات يجب أن يتم سدادها قبل أن نبدأ بالحديث عن نقاط أخرى. كما نقول في إفريقيا، البقرة التي تشرب والبقرة التي تعطش لا يمكن أن تسير جنبا إلى جنب، وبالتالي يجب الاستجابة لمطالبنا للتنمية والتحديات الديمغرافية والأمنية في بلداننا، ويجب لذلك أن ننشط لا بل أن نزيد من قدرات التمويل للبنوك متعددة الأطراف وبنوك التنمية لكي يكون لها أثر محرك لتعزيز قدراتنا على التمويل. وأريد أن أشدد على ضرورة حشد موارد أهم لمصلحة المؤسسة الدولية للتنمية. البنوك متعددة الأطراف يجب أن تستفيد أيضا من حقوق السحب الخاصة التي لم يتم استخدامها حتى الآن، ودول مثل النيجر يجب أن تستفيد من أدوات الضمانات كما ذكرنا السيد ستيرن وزميله. يجب أن تستفيد دول مثل النيجر من ضمانات التمويل التي يحق لنا بها، ونخ على المستثمرين إن رؤوس الأموال أيضا التي يجب أن تستثمر في النيجر اليوم في زيادة مستمرة، ولا تعكس دائما الأسس الاقتصاد الجزئي في دولنا. حتى لهذه القمة السيد الرئيس ماكرون هناك مخاطر في أن نستمر في الكلام والكلام والكلام، وأعتقد أننا نظمنا لقاءات كثيرة ولا يمكن أن نكرر دوما نفس الكلام، والآن علينا أن ننتقل من الكلام إلى الأفعال. سيداتي سادتي، عندنا كوكب واحد، ليس هناك ونحن وصلنا إلى نقطة تحول تاريخية على الصعيد العالمي في مرحلة التي نرى فيها تغيرات جذرية في النظم، وإن المحاولات الرتق هنا وهناك لم تعد تنفع، فلنتبنى مبادئ ومفاهيم جديدة. إن ضيف جديد الآن الرئيس وزراء بربهروس سوف يتقدم ليلقي لنا كلمة. multilatérale et vous avoir ici avec nous, avoir ceux qui vous ont suivi depuis quelques mois est important et donc à vous la parole. Il a écrit Kalima. السيد الرئيس ماكرون، السيد الأمين العام، السادة الضيوف الكرام. كما سمعنا الآن هناك خطر عدم اتخاذ رد فعل تجاه هذه الأزمة، وهناك فرق جذري يحدو، فيجب أن وقلوبنا ثقيلة ولكن كلنا أمل. أتينا إلى باريس اليوم ليس لنعزز انقسامات الماضي وفظائع الماضي، ولكننا أتينا إلى باريس لكي نرى هذه الإنسانية المشتركة التي تجمعنا
والإلزام الأخلاقي المفروض علينا جميعا في إنقاذ الكوكب. لسنا بحاجة إلى كلمات أكثر اليوم، وبكل صدق وأمانة لا أعتقد أن عندي القدرة على كلام أكثر. وأنا my country, أمامكم اليوم في that هذه of Saint Vincent and the Grenadines بلدي and others in the Caribbean, باربيدوس سان فينسنت والغرينادينز والجزر الأخرى في tropical storm هي في حالة إنذار لأعصار استوائية. I had to decide whether to stay كان علي أن أقرر هل أبقى أو هل آتي إلى باريس. And I chose to stay because اخترت البقاء في باريس وعدم العودة إلى جزيرتي، لأني أعتقد أنه من الهام جدا أن ننتقل من الكلام إلى العمل. خلف هذا الإعصار بث هناك أعصير أخرى سوف تأتي، هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. صباح اليوم سمعنا فانيسا، سمعنا الخبراء في الاقتصاد، سمعنا الرئيس النيجر، وكل واحد قال الحقيقة بمشاعره الجياشة وبوضوح. إيمانويل، تركتك للأخير لأني أنا أسمي هذه القمة قمة كيف تتجرأ؟ كيف تتجرأ؟ كيف تتجرأ على وخز هذا النظام؟ كيف تتجرأ على أن تخطو خطوة خارج الخط؟ وكيف تتجرأ على دعوتنا جميعا لهذه اللحظة التي يمكن أن تكون حاسمة وتقرر إن كنا سنتحلى بالقدرة والإرادة لإعطاء زخم جديد وتوسيع نطاق علاج هذه المشكلة؟ يمكنني أن أقول لكم نعم، لقد حصلت حركة منذ 9 شهور، لم يكن أحد يتكلم عن أسباب الكوارث الطبيعية. اليوم هناك ناس يريدون الاعتراف بحكمة هذه القضية، لأن إذا أردنا أن نحمي ونغذي الناس الذين هم ضحية الأزمة المناخية فنحن بحاجة لمساعدة. ولكن كما فعل رئيس ملاوي، هناك أيضا ناس يجب إخلاؤهم من مناطقهم وإسكانهم في مناطق أخرى بسبب الجفاف. منذ 9 شهور لم يكن أحد يتحدث عن إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى آخره، والبنك الدولي لم يكن ملتزما بهذه القوة لمواجهة أزمة المناخية كما هو الآن. ونحن نتمنى لك التوفيق، فبين يديك هناك الحاجة لهذا الزخم الجديد وتوسيع هذا النطاق الذي تكلمت عنه. منذ 9 شهور لم نكن مستعدين لمناقشة مشاكل المديونية، وكريستالينا نعم أنت قدت الطريق واعترفت بأن مهمتك بل واجبك ليس فقط معالجة ظواهر مشكلة سداد الديون، ولكن العودة إلى أسباب عدم القدرة على سداد هذه الديون، وكذلك العمل على ضرورة إيجاد القدرة على التنمية والاستقرار في الاقتصاد الجزئي. ولكن ما هو مطلوب منا؟ ليس فقط أن نضع علامة على بطاقة أننا فعلنا ذلك. ما هو المطلوب منا؟ اليوم مطلوب منا ليس إصلاح المؤسسات ولكن تغيير جذري لهذه المؤسسات. أين كان العالم في الثمانينات؟ لقد بدأنا بمواجهة احترار هذا الكوكب منذ فترة طويلة، ولكننا قررنا عدم الاستماع إلى نصائح العلماء منذ الثمانينات. وما كان بإمكاننا أن نفعله في قرن
علينا الآن أن نفعله في أقل من عقد. السيد الأمين العام، حقا قلبي يدمع عندما أفكر بك، لأن صوتك كان صوت صارخ في البرية أو في الصحراء لو صح القول، ولكن أقول لك أن هذا لم يذهب سدى كما سمعنا من الرئيس ماكرون صباح اليوم. اليوم هناك لقد بدأنا بنفهم بأنه لا يمكن أن نفصل الفقر عن المجاعة، وأن التعليم والبيئة لا يمكن أن يفصل. واليوم سوف ندخل في تفاصيل هذا العمل، وأغلبية هذا ورد في مبادرة بريدج تاون، ليس لأننا نعتبر أن نحن وحدنا عندنا الجواب، ولكننا نريد أن نجمع الناس ونقول فلنناقش هذه النقاط، ولنقوم بضجيج كافي لكي نزعج ونجبر الناس على التحرك وعلى الكلام. أطلب منكم ألا تغادروا باريس قبل أن تفهموا أن هناك ضرورة لحشد الإرادة السياسية من أجل التغيير وليس الإصلاح. التغيير يجب أن نتأكد أننا جميعا رؤساء الدول والحكومات نعترف بأن العالم لا يمكن أن يستمر في ظل نظام إمبريالي قديم لا يرى الدول، لا يشعر بالدول، لا يسمع الدول، وأسوأ من ذلك لا يرى ولا يشعر ولا يسمع الشعوب. اليوم أطلب منكم أن تعترفوا بأنه لا يمكن أن نأتي إلى باريس ولكن يعود المدير إلى الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مؤسسات مالية أخرى ويستمرون بالعمل كالمعتاد، وهم لا يعملون من أجل مصالحهم الخاصة، هم يعملون من أجل دولنا ذات السيادة. نتكلم هنا اليوم ليس فقط عن الحاجة إلى الأموال، بل الحاجة إلى تغيير نظام الحكم العالمي، لأن عندما أنشئت هذه المؤسسات دولنا لم تكن موجودة. علينا أن نصر على تحويل كامل لتأمين مصادر التمويل حتى لو لم يكن هذا من لا يحظى مثل هذا النداء بشعبية كبيرة. نحن نطلب من الكل أن يشاركنا في هذا الحمل، في هذا الثقل، لكي نتشارك لاحقا في الأرباح، ولا يمكن فقط أن نحاسب الحكومات. هذا أمر عفى عليه الزمن. ما هو مطلوب وضروري اليوم هو أن نضع أيضا على الطاولة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، وحساباتها تمثل أكثر من ميزانية ثلثي دول العالم. هذا العالم الذي أنشأناه في القرن الأخير، وإن لم نعترف بأن هذه الدول لا يمكن أن تترك خارج المعادلة، سوف أتوقف. إذا لم يعترفوا أنه لا يمكن أن نترك خارج المعادلة، فإذا ليس هناك إرادة في إيجاد حل. نحن نشكر فاعلي الخير على ما يفعلونه والممولون من القطاع الخاص، ولكن لا يمكن أن نترك لهم العمل فيما يحبون، يجب أن يعملوا فيما يحتاج إليه العالم. وإذن نحن مصممين على حماية الكوكب وحماية التنوع البيولوجي، حماية الشعوب، حماية الناس، ولكن أيضا الاعتراف أنه إذا لم نتصرف اليوم، إذا لم نعمل اليوم بسرعة، فلن نتمكن من إنقاذ الناس، لن نتمكن من العمل في الوقت المتبقي لنا. فلنسأل ممثلي شعوبنا في هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ الحضارة، ليس فقط نقول لهم افعلوا الشيء المناسب، ولكن افعلوا الشيء المناسب في الوقت المناسب وللسبب المناسب. سنناقش التفاصيل في الشهور المقبلة، ولكن رجائي لكم اليوم هو أن تسرعوا في الوتيرة ولنستمر في العمل.
Merci beaucoup, Madame la Première ministre. شكرا جزيلا سيدة رئيسة الوزراء ولختام هذه الجلسة الافتتاحية أعطي الكلمة لأمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ليعرض علينا رؤيته أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة قدمت منذ 7 سنوات أصبحنا في منتصف الطريق كيف ترى المستقبل منذ بضعة أيام وجهت نداء لتغيير النظام المالي ويهم هنا أن نستمع إليك. شكرا السيد الرئيس عزيزي إيمانويل أصحاب المعالي والسعادة سيداتي سادتي باحترام الألقاب والمناصب شكرا عزيزي إيمانويل على تنظيم هذه القمة الهامة في سياق دولي ينطوي على الكثير من التحديات وشكرا عزيزتي مياموتلي على الجهود في إطار مبادرة بريدجتاون هذا أساس ممتاز للعمل لنستجيب للصعوبات التي تواجه دول كثيرة نامية لأن الجمود ليس خيارا متاحا لنا النظام المالي الدولي في أزمة لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030 ولكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوما بعد يوم حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم في عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم وهناك عشرات الملايين من الناس يجدون نفسها ينزلقون نحو الفقر المدقع إن جائحة الكوفيد-19 واجتياح روسيا لأوكرانيا قد زادت الوضع سوءا الدول الغنية تمكنت من إيجاد السيولة الضرورية لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها ولكن الدول النامية تفتقر إلى هذه القدرة وعليها أن تواجه كلفة قروض مبالغ بها 8 مرات أكثر من كلفة ديون الدول المتقدمة هناك العديد من الزعماء يواجهون خيار مميت إما خدمة الدين إما سد احتياجات الأساسية للشعوب الكثير من الدول الإفريقية تنفق اليوم أموالا أكثر للديون مما تنفق لخدمات الصحة لشعوبها مع آثار المروعة لذلك على أجيال وأجيال اليوم هناك 52 دولة هي في حالة عجز عن دفع ديونها أو تقترب من حد العجز عن سداد الديون ومن بينها أغلبية الدول الأقل تقدما وكذلك أغلبية الدول 50 الأكثر عرضة للتغيرات المناخية هناك عشرات الدول الأخرى التي يمكن أن تنضم إليها في حالة العجز عن سداد الديون ذلك هذا الوضع لا يطاق من الواضح أن الهندسة المالية الدولية فشلت في مهمتها في إيجاد شبكة أمن عالمية لمصلحة الدول النامية والسبب بسيط وكما قالت مياموتلي للتو هذه الهندسة المالية الدولية قد بنيت بعد الحرب العالمية الثانية وهي تعكس أساساً ما حتى مع بعض التعديلات التي أدخلت عليها هي تعكس هيكلية التوازن القوى السياسية والاقتصادية في العالم آنذاك أكثر من 3/4 دول العالم اليوم لم تكن موجودة عندما أنشئت مؤسسات بريتون وودز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونفس الشيء بالنسبة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعد 80 عاما الهندسة المالية الدولية قد عفى عليها الزمن وهي لا تشتغل بشكل جيد وهي غير عادلة حتى هي لم تعد قادرة للاستجابة لاحتياجات العالم في القرن 21 عالم متعدد الأطراف يتميز باقتصاديات وأسواق مالية مندمجة إلى حد بعيد ولكن أيضا يتميز
بتوترات جيوسياسية ومخاطر متزايدة. المؤسسات المالية الدولية اليوم صغيرة جدا ومحدودة جدا، وهذا لا يسمح لنا لها بالقيام بمهمتها وأن تكون في خدمة الجميع وخاصة الدول الأقل ضعفا. ما أعطيكم مثل، إن رأس المال المسدد للبنك الدولي مقارنة بالإنتاج القومي العالمي يمثل أقل من 1/5 مما كان عام 1960، بينما التحديات قد زادت. وأخيرا، النظام المالي الدولي يزيد من تفاقم انعدام المساواة. عام 2021، وهذا قرار محييه، خصص صندوق النقد الدولي أكثر من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. دول الاتحاد الأوروبي، وأنا من دولة من الاتحاد، حصلوا على 160 مليار دولار. الدول الأفريقية 34 مليار دولار. وبكلام آخر، مواطن أوروبي حصل على 13 مرة أكثر من مواطن أفريقي. كل هذا تم باحترام القواعد والقوانين، ولكن فلنعترف بأن هذه القواعد أصبحت لا أخلاقية اليوم. إن هندسة مالية لا تعكس عالمنا اليوم قد تقود إلى التفتت و التفكك في عالم نرى فيها أن الوضع الجيوسياسي هو عامل تفكك وتفتت. سيداتي سادتي، لن يكون هناك حل جدي لهذه الأزمة بدون إصلاحات جدية. ولهذا السبب وجهت نداء لبريتون وودز جديدة لكي تجتمع الحكومات وتعيد النظر بالهندسة المالية العالمية للقرن 21. وفي بداية هذا الشهر وفي إطار تحضيرنا لقمة المستقبل، عرضت ورقة سياسية مفصلة لهيكلة مالية دولية مفصلة تكون شبكة أمان لكل الدول. وأنا ليس عندي أوهام، هذه مسألة قدرة وإرادة سياسية، والتغيير لن يتحقق بين ليلة وضحاها. ولكن إذ نعمل من أجل إصلاحات جذرية نحن بأمس الحاجة لها، يمكن أن نعمل اليوم في حالة من الطوارئ لمواجهة الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات الناشئة والنامية. ولهذا السبب اقترحت مبلغ 500 مليار دولار سنويا لاستثمارها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتنمية المستدامة والمناخ. وهناك إجراءات يمكن أن يتبناها رؤساء الدول والحكومات الآن. يمكن أن ينشئ آلية تخفيف الديون حقيقية لإعطاء مهل أطول ونسب فائدة أقل، وخاصة فيما يتعلق بالتمويلات من أجل المناخ. يمكن أيضا لرؤساء الدول والحكومات أن يزيدوا من التمويلات المتوفرة للمناخ والتنمية من خلال تغيير نظم بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومن خلال تنسيق أكبر لتغيير النهج المتبع فيما يتعلق بالمجازفة والمخاطر في التمويل. وهنا نعود إلى دور على وكالات التي تضع علامات ونقاط على الاقتصاد، وبرأي هذه الوكالات حقا ليست نزيهة في رؤيتها للأمور. وأخيرا، ضمان تمويل بكلفة معقولة للدول النامية، وطبعا نظام الضمانات كما قلنا. ويمكن أيضا لقادة الدول أن يزيدوا من إمكانيات تمويل الدول المحتاجة من خلال إعادة الهيكلة، ومن خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عفوا، ومن خلال آليات مبتكرة لزيادة السيولة العالمية. وإن بنك الإفريقي للتنمية قد أطلق
موافقة مبادرة يمكن أن تزيد من أثر استخدام حقوق السحب الخاصة لمصلحة الدول الإفريقية بخمس مرات. وكذلك يمكن لقادة الدول أن يوجدوا آلية لإصدار حقوق السحب الخاصة بشكل أوتوماتيكي في حالة الأزمة، ويمكنهم أيضا أن يضعوا سعر للكربون ويضعوا حدا للمساعدات التي تعطى لقطاع الوقود الأحفوري. وكل ما نربحه من بفضل هذه الإجراءات يمكن أن يتم استخدامه بشكل منتج، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله، وإلا سوف يستمر الوضع كما هو. وأنا متأكد أننا في اليومين المقبلين سوف تكون مناقشاتنا مفيدة جدا لإيجاد سبل للمضي قدما. كل هذه الخطوات ستساعد على القضاء على الفقر والجوع، وتحسن اقتصاديات الدول النامية والناشئة، وتزيد من الاستثمارات في مجال الصحة والتعليم والمناخ. لسنا مضطرين للانتظار لإصلاح الهيكلية المالية الدولية. يمكن أن نتبنى مثل هذه التدابير اليوم ونخطو خطوة جبارة نحو عدالة عالمية. سيداتي سادتي، أدرك تماما التحديات التي نواجهها. القيود على التعاون الدولي تجعل من الأصعب إيجاد حل لمشكلاتنا، ولكن الحلول ليست مستحيلة ويمكن أن نبدأ الآن. مناقشاتكم يمكن أن تؤدي إلى نتائج معبرة للشعوب المحتاجة، وأحثكم لئلا يكون هذا المؤتمر فقط نداء من القلب من أجل التغيير، ولكن نداء حرب لتغيير جذري وفوري. نحن الآن في لحظة حقيقة، ومعا يمكن أن نحولها إلى لحظة أمل. شكرا لكم. شكرا السيد الأمين العام. نحن هنا من أجل العمل وليس فقط للتفكير. تم افتتاح هذه القمة. أشكركم على مشاركتكم في هذه الجلسة. أدعوكم البقاء هنا للمشاركة في الطاولة المستيرة الأولى فيما يتعلق بتمويل البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، وهناك أيضا طاولة أخرى ستكون في اليونسكو وفي المنظمة التعاون التنفيذي في الميدان الاقتصادي. سنلتقي إذن بعد قليل.